لا تنسى اشترك الآن. لا لا من بين السير الذاتية اللي في الحقيقة عجبتني بزاف السيرة تاع سي أحمد ديدات. واش فيها اخويا مصطفى؟ علاش سير تاع أحمد ديدات؟ خاطر أنا ما كنتش متوقع بلي أحمد ديدات اللي سمع مقاريش. لك أنا الحاجة اللي فاجأتني فيها في قصته هو بلي السيد مقاري لا في جامعة لا في معهد لا والو، السيد مستواه تاع ابتدائي تقريبا ابتدائي. بصح كي دار وصل له هذيك كي دار وصل، قلت لك بلي هو مشى لجنوب أفريقيا، هاجر مع باه مع الفقر والاخر في جنوب افريقيا مع قلد الشيء، بدا يخدم خارج مستوى ابتدائي، بدا يخدم مين بدا يخدم؟ بدا يخدم سنين، هو يخدم في واحد لوزين، وتا الانسان كان سيريو وخدام وانسان اخلاقه زينه، لا المدير تاعه ولا عنده الثقه فيه ولا يخليه تم تما كيف نقول حنا كل انتيريم كي شغل كل خليه تم يقعد في البيرو يقعد كذا. قال لك هو يحكي في حياته، قال لك مين ولا يقعد في البيرو، لقى المدير تاعه عنده مكتبه في البيرو تاعه، بدا يقرا في الكتب هذوك، قال لك طول الوقت راه مريح، هو من زمان مسكين غيضاته بلي ما قراش وكذا. أيه بدا كل خطره يتونس مع مجلات وكذا كتب قدام، ويبدا هو يبغي الامور الدينيه لانه مسلم. طاح في كتاب، قال لك هو الكتاب اللي غير لي حياتي، يقول لها والله عن إظهار الحق. إظهار الحق هذا عالم باكستاني قديم هندي. هندي هما الهند والباكستان كانت دولة واحدة بكري، حتى الهند الضرب فيها مسلمين بزاف، الهند كاع فيها. خليني نبارك باكستان قلت لك هذا العالم، هذا اللي لقى كتابه، هذا العالم كان في وقت اللي دخلوا الإنجليز للهند، هي بداوا يديروا الفتنة، بداوا ينتنصر عملية تنصير كما نقولوا، وبغاو يدخلوا المسلمين للمسيحية. أيوا تلاقوا يديروا مناظرات المسيحيين الإنجليز، ماشي نظر مناظرات، بداو يشيعوا ويديروا حمله بالاسلام متخلف والاخر المسيحي غير صح. ناض ليه هذا العالم الهندي المسلم ودار بحث هذا العالم. هو شوف شديدات اللي نعرفوه هو هذاك العالم سما غير كان مهد له الطريق. ديدات واش دار؟ حفظ الكتاب، حفظه شت اسمح لي، قول شت المناظرات نتاعو تبعها، هو كان يهضر بداك الكتاب. صافي دير القوة نتاع ديدات في المناظرة نتاع مين كان يحرج المسيحيين، كان مرازي على ذاك الكتاب. صافي دير الجهد والخدمة نتاع ذاك العالم، إظهار الحق الله الكتاب نتاع مزيان، تأكد العنوان والكاتب جيب ليه إظهار في القراءة حفلاه ذاك السيد. بصح السيد مجهد، ذاك العالم المسلم الهندي هو اللي مجهد. تعرف قال لك شحال من عام هو يدرس في الإنجيل والتوراة ودرس في القرآن، وقبض ليه وكاع لي فويت كاع لي بوان فابل في الإنجيل في التوراة قبض تسجلهم وصح وتيليشارجيتها، وكاين هذا إظهار الحق اللي قراه ديدات كاين تيليشارجيه وتقراه وسيفري تلقاه فور بزاف. قال لك طاح فيه، قال لك ديدات يحكي، قال لك منين طحت في هذا الكتاب بديت نقراه غير لي حياتي. وعلاش غير لي حياتي؟ خاطر في جنوب افريقيا كاين مسلمين كاين مسيحيين، يعني جنوب افريقيا معروف خلطه. اي قال ولا سوا خاطر مانيش شايف لها قريتي ولات له ولا كان يفوت على واحد النادي مسيحي ولا كنيسه مسيحيه ايو ويشوفهم، ومن يخرجوا دوك المسيحيين يبداو يعلقوا يزعقوا على المسلمين، يزعقوا ويسبوا في الرسول ويطيحوا بهم. قال لك ويحكي ديدات، قال لك والمسلمين يذكروا يسالوا يفوتوا مساكن الغال، ديجا الفقر والاخر، وديجا دوك المستعمرين وهذوك غير فاهم يعني طبقات ثانيه، حاله من كيما نقولوا حاله من الانحطاط وحاله من المدله كبيره. سورتو وقت الاستعمار حنا في الجزائر في بلادنا كنا مدلولين فوق الاستعمار، غادي نحكوا على مرحله تاع الاستعمار، وكاع المسلمين في العالم كانوا مدلولين ماشي غير هي. قال لك هو كنت غيضاه مين طاح في هذا الكتاب، قلت له يشوف هذا الصوالح، يقول لي كي قاعد شي عندنا حنا وقاعدين حشمانين من المسيحيين وخايفين منهم. اي هو جا دار الكوراج، كان غير جا كان ما كانش كبير، وبدا يمشي، بدا يعيط لصحابه المسلمين وبدا يحكي ليهم، وتمو يحكي لهم ولات عنده الشجاعه. قال لك انا عاد ما نمشيش لهاد المسيحيين، مشي له الكنيسه تاعو نهضر معاه. هو بدا يمشي، بدا يدير جلسات مع القس ومع الناس هذوك اللي في المسيحيه ويهضر معاهم، يقول لهم اللي ما سبقهم لونجلي لونجلي في الريال جهد بزاف لونجلي، هما ديجا لغته الرسميه الهنود عنده الهنديه لونجلي، هو لغته الرسميه اونجلي. اي بدا معاهم
وقال لك مين بدا يريح كيما هكا ولا بدا يديكوفري اكتشف باللي راه يقدر يحرج قس كيما يقول حق الطالب تاعهم قس قس مسيحي في كنيسته يجبد له صوالح هو راه يجبد من داك الكتاب يجبد له صوالح قال لك يحرجه ديكوفري قال لك تم اكتشفت باللي هذا الكتاب المعلومات اللي يدينا الكتاب قوية بزاف خاطر كقصة هذا راه متخصص في علم الدين تسمى تلاقي حرجة تلاقي عرف راسها بلي قد يحرج ولا ديجا حرج حرجة حرجة هو ديكوفر راسها بلي قادر بلي بداك الكتاب هو ما قاري والو بداك الكتاب يحرج قصة صاحبي يتخلص وتخرج بالك من الجامعة في التخصص الديني في اللاهوتي في مجاله زعما يحرجة بس بلي لا باز اللي داها في ديك الكتاب تاع إظهار الحق مجهدة تكون باز زعما قوية قوية بزاف وهذه قوة ديداس من داك الكتاب بصح واش نزيدو باش ما نظلموش ديداس ماشي غير المعلومات دي فوا تكون عندك معلومة ما يكونش عندك حسن الإلقاء أسلوب أسلوب ذكي يعرف هو يعرف كيدير يوظف المعلومة من هنا قلع ديداس ويوري واحد الصورة كندور عليه وريو المكتبة تاعها حتى تزهر بالضحك عندنا مكتبة فيها واحد أربع كتب ولا خمسة ولا ماشي حاجة كبيرة ديداس مكتبة وإنسان أربع كتب ونقراه خير من 20 كتاب منقى مقال هذاك قرا كتاب هو كل جوج الحقيقه هو كتاب قراه وخدم به غير تاريخ غير تاريخ الاسلام خدم الاسلام واحد الخدمه يعلمها غير الله صح ثاني هي هذا انسان سر من تاع الله اسرار تاع الله سبحانه وتعالى خطر الناس ماشي عاديين يكونوا صالح وفي وقت تاع دول وقت عندك عذرنا لاباس رانا ناخذ الاستعمار تقريبا خرج ورا الشعوب العربيه قرات وعاد ثقفت حنا نحكوا على وقت وين كانت أغلبية البلدان الإسلامية مستعمرة وأغلبية المسلمين في الفقر الاستعمار قرأ ودار هذه النتيجة راه عندها قدرة خارقة ومعجزة من تم هو سيدي ذات رحمه الله من تم قال لك بدا يتفرغ بدا يحس هو إنسان وهذه اللي هذه هذه اللي هذه صراحة أنا من الناس اللي شوية تغيظني هو من ذاك الجيل اللي كيشغل بدا حياته دارها لله شوف كان يحكي لك على انسان كان في الفقر كان مسكين يجري على لقمه العيش وبالك وراه عائله وراه فاميليا يقتلها بصح تم من شاف راسه باللي قادر يدير اضافه وينصر الاسلام وينصر الدين قال لك انا حياتي صاير سب الحياه على بالك ما ولاش حتى في الخدمه نتاعها فهم مع فاميليته دار قال لك انا راني دبر ايسانكم المعنى راني انا غادي درك سبيل في سبيل الله صاي واي بدا راك عارف العقل قلت شي بدا شو كي إحنا بنفهم شوية الآخر يقول لك بدأ الأورغانيزي عملية تنظيم بدأ يدير بدأ يهضر مع المسلمين أصحابه بدأ ينظموا رسالة عملية تنظيم يديروا مؤسسة خيرية يديروا جمعيات وبدأ يخدم تم في جنوب أفريقيا بدأ يهتم بالفقراء يلمدوا الكوتيزوبيناتهم يصدقوا الفقراء يقروا الناس بيدير عملية تعليم وما مطهوا على الجانب التأهل اللي يركز فيه هو بزاف هو المناظر بدأ تم يريح المسيحيين وبدأ يفهم المسلمين باللي دينكو قوي والمسيحيين تشوفوا صح متطورين ومثقفين وحنا صح فقراء بصح في علمنا وفي ديننا احنا خير منهم هافاش غالطين بدا شغل ردت فعل من تما قلع سيدي داز وبدا يخدم سنين بصح سنين في العمل الخيري سنين في العمل التربوي في الدعاوي تم في الاخفيف ولحد الان عنده مؤسسه مازال باقه وراحيتها وين قلع العالميه قلعها من جهه القس الامريكي الله يعني يا ربي دار كتاب ولا دار حصه تلفزيونيه ولا كان هذا قس امريكي ما عرف جيمس كدا سميته ما عرف متذكر سميته دار هما جنوب افريقيا اونجليز مربوطين مع الامريكان يسمعوا الاخبار يشوفوا التلفزيون نورمال الحقا تهديدات باللي السيد ها واش قال سوا طيح بالمسلمين ولا طيح بالنبي محمد ولا قال بلي المهم هو قس مسيحي بنيت مسخار شوف يا ربي سبحانه وتعالى عنده سر في عباده وانا يعني تخيل لك هذا قسمه في الامريكان تمسخر بالاسلام ام العربيه قاعده ضربه النح الازهر ما هضرش السعوديه ما هضرتش هو مسكين واحد فقير في جنوب افريقيا سميه تهديدات قال لك انا نرد على هذا السيد يا ودي انت قدك قد حالك انت ما قريت ما والو فاهم خلي درك النورمال مو نورمال ما يكونش الصح لا الازهر يهضر شوف يخلو الازهر يهضروا الإسلام شوف احنا دفوا احنا نحقوا الرسالة تقاع سومة هو تم قال لك انا رد على هذا البنادم واش رد عليه شوف قلت احد قال له رد عليك تم عندك في المارينا نجيك اعطوني الفيزا هو قال لي ما قال دار صفر درت صفر درك يقولوا مقالة ولا في جريدة ولا حكى مع جريدة تم عندهم وراسله قال له لو كان
قال لها انت راك تقول كذا 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 في الاسلام. قال لها اعطيني غير الفيزا، اعطيني الفيزا من يسمحوا لي الملكه نجي نجي عندك. قال لها ماشي نظره نجي عندك ونادرك. قال له قدام الناس بصح شروطي. قال لها انا الذي قلت لك راك باش الى راك الى راك الراس وعند هضرتك ايوا كي شغل زعما. قال له خرجوا فاز قدام الغاشي وكاش يسلك هو سلك بعدها. قال لك تحضر من بعيد صرات عليه الاعلام. وهذاك هو ذاك القسم الامريكي مشهور ودي ايه الاعلام عنده الدراهم الامريكان كتعرفها كلام كبير. يخرج له واحد فقير من جنوب افريقيا ويتحداه حرج وقال له وقعدوا اخذوا رد وطولوا باش قبلوا لا باش عطوا الفيزا طولوا حتى حرجهم. وبصح واش جديده ثاني انتيليجو خدم بالاعلام بالميديا لا هو اللي حرج. كي مشى له قال له شرط. قال له شوف خضرهم بالي. قال له نديروا مناظره غير بيناتنا هذاك امريكا مغلقه. قال له لا تكون لاي تكون حيه واللقاء حي وتكون في الجامعه وتكون في باينه وعلى قال له جامعه مفتوحه وماشي غير المسيحيين. قال له مسلمين قاع يحضروا ديدات. هذه شروط تعديدات ماشي تاع الاخر. خط السيد كنت كنت هو يقول لك انا كنت متوكل على الله سبحانه وتعالى وكتحس بلي هذه رساله خصني نديها نقدمها. وثاني كان عارف بلي راه باز تاع قويه انا قلت ما غنجمعش داك الكتاب عرفوه بلي وزايد زايد للمعلومه ماشي زايد للمعلومه. تنساش بلي عنده الخبره نتاعه تاع سنين في جنوب افريقيا مع المسيحيين وتعرف له له القول القس والاخر كذا. على بالك في تاريخ هديدات تحدى حتى البابا تاع الفاتيكان. ايوا قال له بابا قال له ريح معاك بابا ريكيلا يا عمره ولا عالم دارها في المسلمين. دار هديدات تحدى بابا الفاتيكان تحداه. قال له ريح معاك وندير مناظره معايا. البابا شبد. تخيل ما دار هذا الامام الحرام هذا شيخ هذاك اللي هذاك البابا خاف يحرج احمد ديدات. واه شايف راه شايف مناظره اللي دارها خاف يحرجها وطيح قيمته. فايده واش كنا نقول كنا نقولوا قال له صيفط الله ضربوا شحال باش رد باش ممكن رد عليه ولا ما ردش عليه. ايوا مين ردش ضربوا شحال باش عطاه الفيزا. مين مشى دار الفيزا ومين مشى الاخر تم وراها المناظره معروف عطاه الناس حرجه احراج عمره ولا صرا. تم اكسبلوزا تم انفجر اسم ديدات في العالم. صح كيفاش هذا واش تلبسه بسيطه هو حياته كامله لابس ديك اللبسه اش تلبسه لبسه هادي. هو ماشي انسان هو انسان هذاك حد بسيط انسان زعما على قد الحال ما هو لا غني لا والو. الناس اللي كتبرع له اموال كتمشي في العمل الخيري ماشي انسان على بالك من قريت سيره حياته انسان عادي والله ما تهضر لي تبكي والله بكاني كتاب مش عليك انا من قريت حياته كنقول انسان كيدير الناس اصاحبي راه انا سمرت لك تقول راه انا هنا غير بور رانا عايشين ناس مزيان كيف كيفاه ما نقيف قران اخي والله الا رانا خير مليار حافظ سب مولانا الله والله ماني ما نشتي واش حافظ القران مش متاكد الله اعلم يكون حافظ بصح حافظ ديك انسان انسان اقل من العادي انسان ربي كرمه انسان شغل حياته ردها في سبيل الله. ما قرا في جامعه ما قرا في ليسي ما كان عنده الدراهم ما كان درهم انسان عادي فقير دير جمعيه ودير عمل خيري لحد ان جمعيته مؤسسه نتاعها تاع العمل الخيري كبيره في جنوب افريقيا سلتو من قلة عالميا وبدات تجيه تبرعات من الخليج جاو قاصف طول قاصف طول يدير العمل الخيري. واش عاش ومات احنا ما تقدرش الرجال اللي قال لك عاش غريب يموت غريب بصح واش اجره على الله هذاك الانسان بصح حياته ما كيقولوا الناس لا تتكرر. انا ما نجي من الناس ما تكرر شو تقول السوسيال هذا هو ديدا الثاني على بالك عاش بسيط ومات بسيط من بين الصوالح اللي قلت لك انا بكاوي هو ست سنين سبع سنين توالى نتاع حياته اخر ست سنين ولا سبعه في حياته هو مقعد هو مشلول او ليلي 100% 100% مشلول كان يحرك عينيه سبع سنين هو قاعد الفراش من مرض طاح خطره وحده ومرض نيشان وراء اخر ما مريحش حياته كان كبير شيباني وما كانش يريح كان يدور العالم يدير المناظرات اخر رحله دارها في حياتها دارها لاستراليا مشى لاستراليا سي محمد ودار مناظره وعرف بالاسلام ودخلوا ولحد الان سجلت تلقاها في اليوتيوب ومسلمين استراليين دخلوا الاسلام على يده اوه تم
بسوشي باني كبير بالسيف لي نوض ودير المناظره وراها ديريكت طاحت كسر ومين طاح مشلول 100% واش طاح مريض لا ماشي طاح مريض طاح مريض مرض طاح نيشان مشلول 100% خاطر حرك غير عينيه ثم غير محلول كما كان يقدر لا يهضر لا والو يحرك غير عينيه ومكسل والطباء حصلوا فيه قال لك قاعد كيما هكاك في داره كيما هكا ود اللي فوت عليه الوقت والسنين ويدبال صحته تدبال وما شاء الله تعرفوا شو وصل جاته وحده تم مسيحيه شيبانيه جاته قالت له هذه اللعنه راها اصابتك هذه سيدي قلت لها واحد الدوكيمو دايرين عليه في الجزيره قالت له راه اصابتك خصك ترجع تتوب يعني تولي المسيحيه قالت له المسيح هو الحق وهذه اللعنه راه اصابتك كاع الشيء اللي كنت ديره والاكاذيب كنت تكذب على المسيحيه والمسيحيين راه خرجت فيك والله صح هذا غير قالت له هذا غير انده اللي صح مشات له للدار راه واه هما يديروا هكا باش يبغوا قالت له خصك تتوب وهي مسكينه بالك على نيتها خاطر تؤمن باللي عندي عندها صح قلت له خصك تتوب وترجع للحقيقه اللي هي المسيحيه والمسيح هو واش قال لها هو هو يهضر غير بعينيه مرتاح مرتاح الترجم قال لها لن يصيب انا الا ما كتب الله البلاء ربي سبحانه وتعالى هذا الناس كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول من اكثر الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل زعما اللي من تشوف حياتك كيما هكا تعرف بلي هذا الانسان هذا أنظر وهذا انسان ربي اصطفاه لا تنسى اشترك الآن